أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين. على المدى مقترحات الموازنة، إيقاف التعيينات وتقليص مالي يطال قضايا مهمة. ألتر عراق، موجة قادمة من 4 دول، منظمة الصحة العالمية تحذر العراقيين. على العرب اللندنية، عصائب أهل الحق تواصل القبض على موارد وزارة الثقافة في حكومة مصطفى الكاظمي. في الزمان، محتجون يطالبون باستقالة 3 محافظين. العربي 21، الجيش الليبي يحرر منطقتين جنوبي سرت من ميليشيات حفتر. على القدس العربي، كيان الاحتلال الإسرائيلي يعترف بشن ضربات جوية في سوريا ولبنان. على الشرق الأوسط، اتهامات أمريكية للصين بمحاولة إفشال تطوير لقاح. الشيء الوحيد المتفق عليه دوليا هو أن يبقى العراق بحدوده الحالية موحدا جغرافيا، كما سوريا، كما ليبيا ولبنان واليمن، كما السعودية، كما كل إمارات وممالك وسلطنات الخليج. الدول الرئيسة التي تتقاسم النفوذ والتأثير في العراق لديها الآن من المشاكل ما يكفيها ويفيض، وليست في وارد الإنفاق المعنوي والمادي على هذا الطرف السياسي والعسكري غير المجدي. حول الأوضاع السياسية في العراق كتب عماد عبد اللطيف سالم في صحيفة المدى، نطالع. القوى السياسية التي بقيت تتحكم في هذه الدولة طيلة 17 عاما هي في أسوأ أوضاعها الآن، ولا يوجد ما يشير إلى أن وضع تحالفاتها بل وحتى تخادمها المصلحي سيكون مستقبلا أفضل مما هو عليه الآن، بل إن جميع المؤشرات والدلائل والمعطيات تشير إلى أن وضعها سيكون أسوأ بكثير مما هو عليه الآن. وستتساءلون الآن إذا كان العراق ليس مهما أو لم يعد مهما للآخرين. كما قلت قبل قليل، فلماذا هذا الإصرار من قبل المنظمات الاقتصادية الدولية ومن يقف وراءها على تطبيق وتنفيذ هذه الترتيبات؟ الجواب هو أن العراق مفلسا وعاجزا عن إدارة موارده المادية والبشرية بالحد الأدنى من الكفاءة، هو بمثابة لغم دولي معرض للانفجار في أي لحظة. والبلد المفلس أو المعرض للإفلاس ليس بسبب شح الموارد، ولكن بسبب سوء إدارتها. هو بلد مأزوم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، واستمرار هذا التأزم سيجعله خطرا على نفسه وعلى جيرانه وعلى المجتمع الدولي بأسره. على صناع السياسة النقدية في العراق إدراك حقيقة مفادها أن الاقتصاد العراقي يتجه إلى مزيد من البطالة والركود، لأن دور البنك المركزي في تمويل عجز الموازنة العامة من خلال تنقيد الدين ما يزال دون المستوى المطلوب. فمهما بلغ حجم تنقيد الدين في العراق فإنه لا يجعل الإنفاق الحكومي يرتفع إلى درجة تجعل حجم الطلب الكلي يرتفع إلى الحدود القصوى للطاقة الإنتاجية المحلية. تشخيص صندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات الاقتصادية الدولية للمرض الاقتصادي العراقي ليس خاطئا على الإطلاق، ولكن العيب إن وجد سيبقى كامنا في الوصفات التي ما يزال أغلبها نمطيا وموحدا، والتي ما يزال الصندوق يرتكب من خلالها خطأه القاتل الرئيس، وهو اعتقاده الراسخ بأن هذه الراتشيتات تصلح لمعالجة جميع من يعانون من الأعراض ذاتها بغض النظر عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ظهورها أو ظهور بعضها على جسد المريض. قراءة أولية للمفاوضات بين واشنطن وحكومة بغداد، مقال للكاتب إياد العناز في صحيفة البصائر العراقية. جاء فيه: تهتم الأوساط السياسية الإقليمية والدولية بطبيعة المفاوضات التي ستجري في 15 حزيران عام 2020 بين الإدارة الأمريكية وحكومة بغداد، ونتابع مجريات وأحداث النتائج
والاتفاقيات التي ستحصل نتيجة اللقاءات والاجتماعات الثنائية بين الطرفين. وأهمية هذا الأمر يتأتى من ملامح السياسة الأمريكية في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط. نطالع. تسعى الإدارة الأمريكية إلى وضع معايير مهمة في عملية التفاوض، أساسها النظرة المستقبلية لتواجد ميداني بمدايات طويلة يعزز مفهوم أن واشنطن هي الحليف الاستراتيجي الأهم في العلاقات مع بغداد، ويعطي رسالة واضحة للجميع أن عليهم أن يعلموا أن طبيعة هذه المفاوضات إنما هي للحفاظ على المصالح والمنافع الحيوية للإدارة الأمريكية ومشاريعها، والعمل باتجاه معرفة حقيقة وطبيعة العلاقات القادمة التي ستؤسس لمجالات واسعة ورحبة مع بغداد. أي أنها ستعلن للمفاوض العراقي أن عليه أن يختار بين أن تكون واشنطن هي الحليف الاستراتيجي ولا بديل لها مع أي قوة وتواجد ونفوذ آخر على الأراضي العراقية، وتحديدا علاقة بغداد مع النظام الإيراني الذي اتخذ منحا كبيرا ومجالا واسعا في التدخل بالشؤون الداخلية والفرار السياسي العراقي عبر العديد من الوسائل التي يتبعها بوجود الميليشيات المسلحة والوكلاء والأدوات التي ترتبط به، إضافة إلى العديد من الأحزاب السياسية التي تعمل على تسويق السياسة الإيرانية التوسعية في العراق. يعتبر المحتل الأمريكي هو أكثر من يعلم حقيقة الأوضاع السائدة في العراق والأزمات التي يعيشها الشعب العراقي والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العراقي، فهي نتيجة للاحتلال الأمريكي والنفوذ والهيمنة الإيرانية. ويحاول الأمريكيون في هذه المفاوضات اتباع سياسة واضحة في التعامل مع الشأن العراقي، يبتعد كثيرا عن الاهتمام بالجانب العسكري والأمني ليذهب به إلى جوانب أخرى تتعلق بالسياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والصحة. أطاحت انتفاضة تشرين الأول أكتوبر في العراق بحكومة عادل عبد المهدي بعد شهرين على انطلاقها، وكان سقف المطالب عاليا جدا، تتمثل بالمطالبة بإزاحة الطبقة السياسية المتمثلة بالحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والعمل وفق شعار شلع قلع. جاء ذلك في مقال للكاتب صادق الطائي في صحيفة القدس العربي. نطالع. تنضيج الحلول تم عبر الحوار بين مختلف قوى الانتفاضة وعبر تشكل نوع من التنسيقيات التي لم تكن ذات ماهية واضحة، إلا أن تأثير عملها على الأرض كان ملموسا. كل ذلك بل وراء رؤية الانتفاضة التي طالبت بتشكيل حكومة مؤقتة بعمر محدد يمثل مرحلة انتقالية يتولى الحكومة المؤقتة التي ستعمل بكابينة وزارية مختصرة سياسيون لم تتلوث أيديهم بدماء الثوار أو بنهب المال العام، على أن تكون حكومة بمسؤوليات محدودة وبصلاحيات واسعة، وأن تعمل في ظل بيان دستوري يمثل غطاء دستوريا يحميها من الوقوع في الفراغ الدستوري، ليتسنى لها العمل بعد حل البرلمان الذي تسيطر عليه أحزاب السلطة الفاسدة. المهمات المطلوبة من الحكومة الانتقالية حسب رؤية اللجان وتنسيقيات الانتفاضة التي رشحت في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، تحددت بتعديل قانون الأحزاب وتجفيف منابع تمويل الأحزاب عبر نهب المال العام، وأن يتم تعديل قانون الانتخابات باعتماد نظام الترشيح الفردي والدوائر المتعددة واعتمادا على عدد سكان الوحدات الإدارية، والمطالبة بالإشراف القضائي على الانتخابات وحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. المشكلة وفق المحاصصة الحزبية الفاسدة أو تنقيتها لتمارس دورا استشاريا فقط، وحصر السلاح بيد الدولة عبر معالجة وضع الميليشيات والجماعات المسلحة. الانتفاضة أصابت العملية السياسية بالشلل، وتم العمل بشتى الطرق على كسر إرادة المنتفضين من دون نجاح، واشترك في ذلك طيف مختلف من الفصائل المسلحة والتيارات السياسية، منها ما كان معاديا للانتفاضة منذ انطلاقها
بينما هناك من كان قريبا من الانتفاضة ثم انقلب عليها، ولم تستطع كل عمليات القتل والترهيب والاغتيالات والاعتقالات أن تثني عزيمة انتفاضة قدمت أرواح أكثر من 700 شاب وآلاف الجرحى والمعاقين من الشباب المصرين على تحقيق مطالبهم بحياة كريمة ووطن يليق بهم. لكن ظروفا عالمية طارئة متمثلة بجائحة كورونا أدت إلى مغادرة المنتفضين لساحات الاحتجاج على أمل العودة مجددا بعد انجلاء الوباء. يعتمد طلاب العراق خصوصا في الأقسام العلمية اعتمادا كبيرا على قنوات اليوتيوب التي تقدم محتوى علميا مجانيا مثل قنوات الجامعات الهندية والمصرية. يحصل الطالب العراقي من هذه القنوات على حصته التعليمية الناجزة، ولولا مستوى اللغة الإنجليزي المنخفض لصارت قنوات الجامعات الهندية من أكثر المنصات الإلكترونية اكتظاظا بطلبة العراق. كل هذا يحصل بينما التدريسي العراقي كان يمنع منعا باتا تصويره أو تصوير أي جزء من المحاضرة، وكأن كاميرا التليفون هي البعبع الذي سيأكله. مقال للكاتب مبين الخشانيفي في موقع ألترا عراق. نطالع. كل ادعاءات السيد وزير التعليم العالي تبطل بحجج منطقية، فلا الامتحانات الإلكترونية معيارا للرصانة ولا سمعة التعليم ستتأثر لأنها سمعة سيئة من الأساس، فيما يتناسى أن التصنيف العلمي معياره البحث وهو الشق الثاني والأهم من اسم الوزارة والقسم الأكثر إهمالا فيها، طالما أن أي كلية عراقية الآن لا تقدم علما يصعب تحصيله من مكان آخر، فهي إذن لا تعد عن كونها أي كلية سبيلا للحصول على وثيقة التخرج التي تفيد أن حاملها تخرج من هذه الكلية، وستجد هذه الوثيقة مكانها الدائم في دولاب المتخرج المنسي، سيأكلها التراب إذا لم يكن المتخرج يملك وساطة تدبر له وظيفة. يصرح مسؤول في الوزارة أن الامتحانات الإلكترونية هي بمثابة وصفة نجاح، وهو يراهن بهذا التصريح على إمكانية الغش واختراق هذه الامتحانات، وبهذا ينكشف تناقض التصريحات، لأن الذي يريد المحافظة على رصانة التعليم لن يراهن على الغش الجماعي وامتحانات الأوبن بوك. يرفض الوزير الاستماع لغير نفسه حين يصم أذانه ويغمض عينيه عن مناشدات الطلبة وشكواهم من معاناة التعليم الإلكتروني، فبين عدم الالتزام الأساتذة بجداول المواعيد وضعف خدمة الإنترنت في العراق، يجد الطالب نفسه وسط فوضى من المحاضرات المتراكمة، وبعد أن ينهي الطالب الكورس الأول يفاجأ بقرار الوزير الذي يطالبه بامتحان الكورس الثاني بعد شهرين فقط. فجأة بعد الجائحة صار التدريسي العراقي يدعو لاستثمار التكنولوجيا في طرق التدريس بعدما رفضوا البوابة الإلكترونية في السنوات السابقة وتجاهلوها، متحججين بأوهن الحجج التي تعكس مدى سطحيتهم، باستثناء قلة قليلة كانت تدعو باستمرار للعمل بالبوابة الإلكترونية. وبين رفضهم السابق الذي يدفع الطلاب ثمنه الآن وقبولهم المتأخر بعد الجائحة، تقبع الطبقة التدريسية العراقية في منطقة قصر النظر وفقر الإبداع متناسية تماما أنها أكثر طبقة معنية بالإبداع والابتكار. تحت عنوان غضب عالمي ضد عنف الشرطة، على صفحتها الأولى توقفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية مطولا عند موضوع الاحتجاجات المناخضة للعنصرية المستمرة في عواصم عالمية من لندن إلى سيدني مرورا بروما وباريس، على خلفية وفاة الأمريكي من ذوي البشرة السوداء جورج فلويد على يد شرطي أبيض بمدينة مينيابوليس بولاية مينيوستا. وقالت ليبراسيون في افتتاحيتها إن موجة الغضب ضد العنصرية وعنف الشرطة التي انطلقت من مينيابوليس في نهاية شهر آيار مايو المنصرم
بصدد الانتشار في كافة أنحاء العالم، مما يدل على أن المشكلة لم تعد تقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية، وإنه ربما قد وصل هذه المرة إلى نقطة لا عودة بعد فترة طويلة من الإنكار. وأضافت الصحيفة أن كثيرين يتساءلون اليوم حول حجم هذا التنديد العالمي بالعنصرية وعنف الشرطة في وقت تكاد يخمد فيه وباء كورونا، لكن الرابط بديهي. توضح ليبراسيون قائلة إن فيروس كورونا ومن خلال إيقافه لحركة العالم وبشكل حاد دفعنا أن ننظر نظرة أخرى إلى القضايا الغير عادلة في مجتمعاتنا، مناخية كانت أم اقتصادية أو اجتماعية. وفي هذا السياق أشعل مقتل جورج فلويد دولة كان السود فيها هم المتضررون أكثر من جراء كوفيد 19 لأنهم الأفقر. وشددت الصحيفة الفرنسية على أنه حتى وإن كان من المؤكد أن عنف الشرطة في الولايات المتحدة لا يمكن مقارنته بعنفها في فرنسا، ولكن يكفي أنه موجود ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى انتشر الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الظلم ليصل إلى كندا وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل، بما في ذلك خطط لضم جزء من الضفة الغربية التي تعد شكلا من أشكال هذا الظلم والعنف، وحتى أستراليا تنتشر فيها حالات التفاوت الاجتماعي. نشر موقع The Interest مقالا للصحفي مرتضى حسين قال فيه أن النجاح السياسي الغريب للرئيس دونالد ترامب قام منذ البداية على حملة لتلميع الصورة، حيث حاول أن يعكس في شخصيته العامة شخصية الرجل القوي الذي يستمتع بالتهديدات الدكتاتورية المصممة لتشويق مؤيديه وتخويف معارضيه. شكل انفجار المظاهرات العامة التي أثارها مقتل جورج فلويد على يد الشرطة اللحظة التي يمكن لترامب أن يفي فيها بوعوده الرهيبة، فقد جهز الذين يخشون ترامب أنفسهم لأن تتحول كوابيسهم إلى واقع، وربما شعر الذين يدعمونه وحملوا وعوده الدكتاتورية على محمل الجد أن لحظة النشوة التي لطالما انتظروها تقترب، بدلا من أن تحول ترامب إلى دكتاتور كامل فقد حصل شيء أكثر دقة ولم يتحقق ما توقعه أي من الطرفين. فهذه النتيجة الوسط قد تثبت أنها سامة لترامب، وخاصة في انتخابات 2020 القادمة. وكما يعرف أي دكتاتوري فعلى كل رجل قوي أن يحكم إما من خلال الحب أو الخوف، ولم يفعل ترامب أي منهما، ونجح رده المراوغ والوحشي في جعله يبدو دكتاتوريا وضعيفا في الوقت ذاته، وهو خليط قاتل لأي زعيم. بالنسبة لهؤلاء الذين كانوا يتوقعون ردا ساحقا لانتفاضة على مستوى البلد، أعطت تصريحات ترامب سببا للأمل أو الخوف. والمشكلة بالنسبة لترامب هي أنه حتى عندما تزيد حدة تهديداته فإنه يبدو عاجزا عن تحويلها إلى أفعال. وفي الصورة التي أخذها أمام الكنيسة وهو يحمل إنجيلا لدعوة مؤيديه الإنجيليين لإنقاذه، لم يبدو ترامب حاسما، بل بدأ يائسا، ولم يكن لتلك الحركة أثر إيجابي، فكان هناك توبيخ لها حتى من الشيوخ الجمهوريين. وقد يكون المتظاهرون حققوا إنجازا كبيرا على الرغم من ثمن المعاناة الحقيقية التي دفعوها، ولو كانت شخصية ترامب السياسية الفاشية صنما فقد قام المتظاهرون بتحطيمه. سيارة ومنحة جامعية مكافأة لشاب أمريكي قام بتنظيف الشارع إثر الاحتجاجات عندما رأى أنطونيو جونيور الضرر الناجم عن الاحتجاجات في مسقط رأسه بمدينة يوفالو بولاية نيويورك. اشترى بعض أكياس القمامة وأمسك بالمكنسة وبدأ بتنظيف الشوارع بنفسه. بدأ جون جونيور الساعة 2 من صباح يوم الاثنين الماضي ولم يتوقف عن التنظيف خلال 10 ساعات قادمة. وعندما وصلت
مجموعة من الجيران في وقت لاحق من ذلك الصباح لبدء إزالة الأضرار، وجدوا أنه قد قام بالفعل بمعظم العمل حسب ما نقلته شبكة CNN الأمريكية. وبانتشار قصة جون جونيور وكيفية تصرفه بمفرده، بدأ المجتمع المحلي في الاستجابة، إذ منح جون جونيور سيارة من نوع فورد موستانج حمراء موديل 2004. نتابع سويا الوجه الآخر لحرية التعبير والرسوم الكاريكاتورية. تقبل مني أطيب تحية وإلى اللقاء.